من عمان مع وزير الشباب محمد النابلسي. صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. قبل الحديث عن منصة مركز الشباب الافتراضي، معاليك كثير من الشباب الآن وأهالي الشباب بانتظار نتائج الثانوية العامة فقط للإجابة عن بعض الاستفسارات التي تردنا على وسائل التواصل الاجتماعي. لغاية هذه اللحظة الموقع ما زال متعطلا، لا يعمل ولا يوجد نتائج على الموقع باستثناء بعض الحالات التي شاهدناها والنتائج التي ظهرت في ساعات الصباح الباكر. نعود إلى موضوعنا، منصة مركز الشباب الافتراضي. معاليك، ما هي هذه المنصة؟ صباح الخير أخي علي، لك ولجميع مشاهدين هذا البرنامج اللي بنعتز فيه. أول شيء بحب أهني اللي استطاعوا أنه وصلوا لنتائجهم، أن أهني يعني طلبة الثانوية العامة بنجاحهم. اليوم نحن يعني المنصة يفترض كان أنه أن تطلق بعد المؤتمر الصحفي، أطلقت ما قبل المؤتمر الصحفي، وأنا يعني شفت وأنا بالطريق هون أنه كان في بعض الملاحظات حول بعض الأعطال عليها. نعم. حول منصة شباب دوت جو، هذا هو عبارة عن مركز شباب افتراضي أطلقته وزارة الشباب بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكان الهدف منه أنه أثناء جائحة كورونا تعطلت كافة المراكز الشبابية في وزارة الشباب التزاما بالبروتوكولات الصحية والتزاما بضرورة يعني إغلاق هذه المراكز. فقمنا بالعمل على إطلاق منصة رقمية. هذه المنصة هي عبارة عن مركز شباب افتراضي يحتوي كافة البرامج التي نقدمها داخل المراكز الشبابية الاعتيادية، بالإضافة إلى تفاعل ما بين الشباب أنفسهم. هذه المنصة يعني تم بلورتها وتم العمل عليها من الشباب أنفسهم. البرامج الموجودة فيها هي عبارة عن برامج اختاروها هم الشباب، نقوم باتفاقيات مع شركاء الوزارة المختلفين من أجل تطوير هذه البرامج داخل هذه المنصة. لدينا أيضا في هذه المنصة مكتبة رقمية تحتوي على العديد من الكتب والعديد من الدراسات. وبحب أنوه هون أخي علي أنه هذا يعني المركز الشباب الافتراضي هو قيد التطور والتطوير، ودائما هناك جديد فيه بناء على رغبات الشباب وبناء على ما نصل فيه مع شركائنا وبناء على التطور اللي موجود في العالم، نحاول أن نعكس ما هو موجود داخل هذه المنصة. نعم. معاليك، برأيك ما هي التأثيرات التي سوف يتركها هذا المركز وهذه المنصة على الشباب المشارك فيه وعلى الشباب الذي يتلقى نتائج مثل هذه المبادرات؟ يعني اليوم يمكن أهمية هذه المنصة أنه توفر برامج تدريبية متنوعة. الوزارة لديها 201 مركز شبابي، من الصعب إيصال برامجنا ل 201 مركز شبابي وأن تكون البرامج متنوعة في كافة هذه المراكز. فدائما نجد أنه يعني بعض المراكز لا يصلها كل ما هو موجود لدينا في الوزارة، فوجود مثل هذا المركز الافتراضي الذي يسهل الوصول إلى كافة شبابنا في كافة مناطق أردننا الحبيب بخليهم أنه يستطيعوا الدخول إلى هذه البرامج، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تنوع البرامج الموجودة فيه وتنوع الدورات التدريبية، لأنه اليوم يعني قدر ما نحاول أنه نوصل ببرامج إلى كافة هذه المراكز الموجودة لدينا راح تكون برامج لمدة يوم أو يومين نظرا للإمكانيات المتوفرة لدينا. أما وجود مثل هذا المركز فهذا بيحكي عن تنوع بالبرامج وبيحكي عن وجود يعني الطبيعة تختلف عن أن نذهب وجاهيا إلى المراكز الشبابية. هناك أيضا أندية افتراضية سيتم تشكيلها داخل هذا المركز الافتراضي، وهي بناء على رغبات الشباب. فهناك نادي للقراءة، نادي للحوار على سبيل المثال، هدول اللي خلال الأيام الماضية كانوا الشباب عم بنشؤوهم هم أنفسهم، وهذه الأندية ستسمح للشباب بالتعارف فيما بينها وبالتواصل فيما بينها أيضا. نعم. أيضا معاليك، هناك مبادرة مهمة، مبادرة إلك وفيد، تم إطلاقها مؤخرا، تتعلق بفيروس كورونا بشكل خاص. حدثنا أكثر عن هذه المبادرة. يعني هذه المبادرة أطلقت يعني تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ب 18/3
وهذه المبادرة هدفت بالأساس إلى تشكيل مجموعات شبابية تطوعية للعمل على الحد من الوباء كورونا، وللعمل على نشر الوعي حول أهمية أخذ المطعوم بالأساس، وكان في جزء منهم لهم دور رقابي على المنشآت وعلى المنشآت الشبابية والرياضية بشكل خاص، يعني لضمان الالتزام بالبروتوكولات. استطعنا خلال الفترة الماضية، ونحكي عن حوالي 5 شهور، من تجميع حوالي 500 شاب وشابة. هذول الشباب والشابات اللي انضموا للمبادرة كان لهم دور في جميع محافظات المملكة، ساهموا بشكل كبير بتوعية الناس بأهمية أخذ المطعوم، وكان في جزء منهم موجودين في مراكز التطعيم المختلفة لمساعدة الناس أيضا على التسجيل لأخذ المطعوم ولتنظيم الدور في مراكز التطعيم. اليوم يعني أنا لا يسعني إلا أن أشكر شبابنا وشاباتنا اللي كانوا موجودين معنا واللي راح يستمروا معنا خلال المرحلة القادمة أيضا، بسبب إيمانهم كان بدورهم التطوعي وإيمانهم بدورهم اتجاه وطنهم في محاربة هذا الوباء. يعني لا أخفيك أخي علي، أظهر شبابنا وشاباتنا وعيهم والتزامهم خلال الفترة الماضية، وأظهروا أيضا انتمائهم إلى وطنهم من خلال الدخول في مبادرات عديدة في ظل جائحة كورونا، وكان هناك مبادرات شبابية متنوعة وعديدة. اليوم هذا يعني جعلنا كوزارة أن نفكر بالعمل على تأطير العمل التطوعي، وهناك الآن لجنة عليا للعمل التطوعي تعمل على وضع بعض يعني الحوافز للتطوع، ووضع بعض ميثاق للعمل التطوعي أيضا، ووضع بعض محددات للعمل التطوعي، وبعض يعني برامج للعمل التطوعي ومبادرات أيضا. وكان من ضمنها هذه المبادرة، مبادرة شباب إلى كوفيد، اللي نفذتها وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة اليونسف والجمعية العلمية الجمعية الملكية للتوعية الصحية. اليوم شبابنا كانوا قادرين خلال الفترة الماضية على نشر أهمية التوعية من وباء كورونا، وعلى نشر أيضا أهمية أخذ المطعوم. وهناك أرقام يعني وصلتنا قديش هم استطاعوا أن يسجلوا ناس ما كانوا بدهم يطعموا، وكان لهم دور كبير لدى عائلاتهم ولدى مجتمعهم أيضا بالحث على أخذ المطعوم. نعم معاليك، بشكل أخير تحدثنا عن الفترة الماضية أو عن هذه المبادرات وأثرها على الشباب، ما هو القادم في الفترة القادمة إن شاء الله من قبلكم لدعم الشباب وإعطائهم المزيد من الفرص والمجال للتحرك بشكل أكبر في مثل هذه المبادرات وتأطيرها؟ يعني نحن اليوم بعد فترة إغلاق طويلة استمرت إلى حوالي 1 سنة و4 شهور، وإعادة فتح المراكز الشبابية المتنوعة وإعادة فتح المنشآت الرياضية، اليوم نحن دورنا بالمرحلة الحالية هو تقييم ما يوجد لدينا من برامج، وتقييم ما يوجد لدينا داخل هذه المراكز الشبابية، والعمل على تطوير هذه المراكز الشبابية. اليوم الهدف لدى الوزارة أن تعود هذه المراكز لتكون مراكز جاذبة تلبي طموحات الشباب أنفسهم. هناك تفكير الآن بأن تكون قيادة هذه المراكز من قبل الشباب أنفسهم، وأن تكون البرامج الموجودة في هذه المراكز موضوعة من الشباب أنفسهم، وواجبنا نحن كوزارة بالتعاون مع شركائنا تنفيذ هذه البرامج. عدا عن ذلك ستستمر الوزارة بعقد ملتقيات الريادة، هذه ملتقيات يعني عديناها خلال فترة جائحة كورونا واستطعنا إنجاز 5 ملتقيات. ستركز هذه الملتقيات على الشباب الريادي، الشباب الطموح الذي لديه أفكار أو مبادرات، نقوم بتحكيم هذه المبادرات ونقوم بالمساعدة في تطويرها وتوفير التدريب اللازم، بالإضافة إلى توطين المبادرات المختلفة داخل وزارة الشباب من خلال المراكز الشبابية المتعددة الموجودة لديها. أيضا لدينا اليوم نعمل على تطوير منهاج شبابي، هذا المنهاج الشبابي سيتحول إلى مواد تدريبية أيضا وإلى حقائب تدريبية. هذه الحقائب والمواد التدريبية ستكون موجودة على مركز الشباب الذي تم إطلاقه مؤخرا، بالإضافة سيتم تدريب الشباب عليها داخل المراكز الشبابية المتعددة الموجودة لدينا. نعم نتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام. أيضا كنت معنا من عمان وزير الشباب محمد النابلسي، شكرا جزيلا لك.